مساء الخير سيدات الفضليات، سادة الأفاضل، رفيق الأمين العام، رفيقات العزيزات، الرفاق الأعزاء، سيدات والسادة في وسائل الإعلام. ما كتسمعش؟ كتسمع مزيان. مرحبا بكم معنا وشكرا على تلبيتكم دعوة حزب التقدم والاشتراكية لحضور هذه الندوة التي تعتبر أول ندوة ينظمها الحزب بعد العطلة الصيفية. هذه العطلة اللي كنتمنى أنكم تكونوا جميعا قضيتموها في أحسن الأحوال رغم ما عشناه ونعيشه جميعا من حزن وأسى على ما يحدث بقطاع غزة بفلسطين ككل والآن بلبنان كذلك جراء الغارات الكيان الصهيوني التي يشنها بدون رحمة ولا شفقة على مسمع ومرمى من ومرأة من المجتمع والمنتظم الدولي الذي مع الأسف يكيلو بمكيالين. كان هذا على الصعيد الدولي، على الصعيد الداخلي طبعا نعيش كذلك على وقع ارتفاع الذي ما زالت تعرفه المواد الاستهلاكية الأولية المحروقات، وكذلك والآن بعد أسبوعين من الدخول المدرسي ارتفاع في رسوم التسجيل بالمدارس الخصوصية بالنسبة للتلاميذ، ارتفاع كذلك في الكتب المدرسية، ونعيش كذلك مع أزمة طلبة الطب. هذه الأزمة التي لا يبدو أن لها انفراج في الأفق القريب، أطباء يطالبون بجودة في التكوين، بالمقابل هناك تعنت للحكومة في الوقت الذي نحن في خساس كبير لها الأطقم الطبية. كذلك هذا النوع من الممارسات يجعل شبابنا يفكر في الهجرة، وهذا يحيلنا على أحداث الفنيدق والهجرة الجماعية. طبعا نحن كحزب تقدم اشتراكية في المعارضة من موقعنا نقوم بما يتوجب علينا من معارضة بناءة، من تنبيه، من نقد بناء، ولكن كذلك من تقديم للحلول والبدائل. لكن مع الأسف الحكومة تستمر في نهج سياسة الأذن الصماء مع الأسف. هذه ليست هي المؤاخذات الوحيدة التي لنا على هذه الحكومة، هناك طبعا الاستمرار في تنزيل مضامين الدستور وفي ترسيخ أسس الديمقراطية، يتجلى ذلك في من بين ما يتجلى فيه إعادة النظر وإصلاح الترسانة القانونية بالمغرب بما يلائم دستور 2011. كان لنا موعد السنة الماضية بإشراف من جلالة الملك على إصلاح مدونة الأسرة، ونأمل أن مخرجات هذا الإصلاح تكون في مستوى انتظارات الحركات النسائية سواء داخل الأحزاب السياسية أو داخل المجتمع المدني. لكن القانون أو مدونة الأسرة ليس هو القانون الوحيد الذي هو في حاجة إلى إصلاح، هناك أيضا القانون الجنائي، قانون الجنائي الذي عمر لأكثر من 60 سنة عرفت تحولات هامة في المجتمع المغربي، 60 سنة عرفت ظهور الانترنت، شبكات العنكبوتية، عرفت ظهور الهاتف الذكي، عرفت مجموعة من التطبيقات، وبالتالي ككل نعمة تحمل في طيها نقمة، وبطبيعة الحال سلبيات هذه الثورة الرقمية هي كثيرة، ومنها ما نعايشه من جرم إلكتروني أو عنف إلكتروني أو رقمي ضد المرأة،
لماذا ضد المرأة؟ هو بالفعل ضد المرأة والرجل، لكنه أكثر ضد المرأة. اليوم كاين 1.5 مليون امرأة معنفة على المستوى الرقمي، هذا إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، ولكن أكيد أن الرقم هو أكبر من ذلك بكثير، لأن مجموعة من النساء لا يقمن بوضع شكايتهن لما نعرفه من هذا النوع من الشكاية، عادة ما يمس بالعرض، بالشرف، بسمعة المرأة داخل المجتمع. هذا النوع من الجرائم هو تسريب لفيديوهات، لتسجيلات صوتية، أحيانا تكون مفبركة، أحيانا حقيقية بطبيعة الحال بدون إذن المعني بالأمر، ويتم تهديد ويتم الابتزاز، وتكون الضحية فعلا في وضعية لا تحسد عليها. هذا النوع من الإجرام أو من العنف له تبعات كثيرة، تبعات على المستوى الاجتماعي، هناك نساء قطعن الدراسة، هناك نساء قطعن العمل، وهناك من منهن أصيبت بالاكتئاب وأحيانا بالانتحار. إذن ما نستهنوش بهذا النوع من الإجرام، لابد أنه يكون في المقابل هناك قانون يعني بعقوبات صارمة. طبعا هناك بعض التعديلات اللي عرفها القانون الجنائي، بعض المواد التي تناولت هذا الإجرام، ولكنها ما مشدداش العقوبة. وهناك طبعا القانون 133 لمحاربة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء، واللي مرت عليه 5 سنوات الآن، وبين بينات الممارسة على أن هناك مجموعة من الثغرات يجب الانتباه إليها والقيام بتعديلات في هذا الباب. إذن الإشكال مطروح ولا بد من مقاربته، لذلك نظمنا هذه الندوة التي دعونا لها مشكورين الأستاذة بشرى عبدو، وهي المديرة التنفيذية لجمعية تحدي والمساواة والمواطنة، الأستاذ محسن بن زكور وهو إخصائي في علم النفس الاجتماعي، ورفيقتنا فاطمة الزهراء برسات عضو المكتب السياسي ورئيسة لجنة الحريات وحقوق الإنسان. شرفتنا بقبول الدعوة كذلك الإعلامية القديرة إكرام الأزرق، مشكورة. قبل أن أعطيها الكلمة، معذرة إن أطلت، لكن كان لابد أن أضع هذه الندوة في سياقها العام. أريد فقط أن أذكر أن يوم غد هو اليوم الوطني للمرأة المغربية، وهو يوم له أكثر من دلالة. نتمنى للمرأة المغربية المزيد من المكتسبات الحقوقية لتحقيق المساواة، ولما لا المناصفة التي ننشدها جميعا. شكرا. مساء الخير، شكرا على تلبية الدعوة، وسعيدة بحضوري في هذا الندوة وبحضورها الأساتذة الكرام. طبعا كيف ما قالت الأستاذة سمية، أنه الإنترنت كان في وقت من الأوقات نعمة علينا، ولكن يبدو أنه أصبح نقمة خصوصا على المرأة والأطفال أيضا. العنف الرقمي طبعا ما يحتاج نعرفه أكثر من إحنا عايشينه في الواقع، وكنشوفوا حسب الإحصاءات وحسب الدراسات. حسب الدراسات اللي كانت عملها المكتب الإقليمي تاع الهيئة الأمم المتحدة المرأة العربية في عام 2020، يعني بعد جائحة كورونا، يعني المجتمع أو الرأي العام تصدم بمجموعة ديال الحقائق انطلاقا من هذه الدراسة الاستقصائية اللي عملتها اللي عملها المكتب الإقليمي. فكاين مجموعة ديال النساء اللي فعلا تعرضوا للعنف الرقمي خلال الجائحة، ونقدروا نطرحوا غير بعض الأرقام. كاين 41% من عدم شعور النساء
بالامان في عبر الانترنت. كاين 44% من النساء اللواتي تعرضن للعنف الرقمي تعرضوا له اكثر من مره. والوسائل التواصل الاجتماعي اللي يعني حققت اكثر يعني عدد من الارقام اللي تعرضوا لها النساء هو كاين الفيسبوك، كاين انستغرام والواتساب. طبعا هذا الموضوع يعني يطول شرحه، يطول نقاش ديالو، ولذلك معنا الاساتذه الكرام اللي غادي يفقهونا بشكل اكبر على هذا ربما هذه الظاهره، ظاهره العنف الرقمي اللي اصبح نقمه على المجتمع المغربي والعربي ايضا والعالمي. فغادي نتركوا الكلمه للاستاذه بشرى عبدو اللي هي المدير التنفيذي لجمعيه تحدي للمساواه والمواطنه. وللعلم فهذه الجمعيه هي كانت اول جمعيه طرقت للنقاش حول هذا الموضوع، العنف الرقمي ضد المراه المغربيه. طبعا الاستاذه عملوا او الجمعيه عندها دراسه ايضا هي استقصائيه وعندها تواصل مباشر مع النساء تعرضن للعنف. فغادي ان شاء الله في المداخله ديالها غادي تعرفنا بشكل اكبر على هذا العنف الرقمي وايضا المجهودات اللي كتعملها الجمعيه واثار هذا العنف الرقمي على المراه. نترك لك الكلمة أستاذة، تفضل. أولا مساء الخير، تحية نضالية عالية لكل المناضلين ومناضلات حزب التقدم والاشتراكية، الحزب المناضل الذي يساند قضايا النساء ويناضل جنبا إلى جنب مع الحركة النسائية وكل الحركات الإنسانية المناضلة. شكرا لكم ولكن على دعمكم لنا وتجاوبكم معنا في إطار اقتراح متكامل حول قضايا خاصة، حول قانون خاص لحماية النساء من العنف الرقمي، والذي كان اللقاء معكم عن طريق الفريق البرلماني كان لقاء متميزا وجادا. شكرا على دعوتكم لنا كجمعية تحدي للمساواة والمواطنة من أجل التدخل في هذا الموضوع الذي يؤرقنا والذي نناضل وذا أولوية داخل جمعيتنا. بالطبع عندما نتكلم عن العنف الرقمي ضروري أن نتساءل هل هناك حماية قانونية للنساء والفتيات من هذا العنف الرقمي؟ كذلك ما هي آثار التي يتركها هذا العنف الرقمي على النساء والفتيات، ماشي فقط في المجال النفسي بل كذلك الاجتماعي والاقتصادي؟ ما هي المبادرات التي قامت بها يا إما مؤسسات الدولة وكذلك المجتمع المدني من أجل مناهضة العنف الرقمي؟ باش نبغيو نتكلموا على العنف الرقمي، العنف الرقمي هو العنف اللي تيجينا عن طريق الوسائط الاجتماعيه، عن طريق لي ريزو سوسيو، عن طريق لي زابليكاسيون، وعن طريق الهاتف الذكي. للاسف الشديد في المغرب خرج لنا قانون 113 في 2018، ولكن للاسف انه لم يدرج تعريف عن القانون عن العنف الرقمي، ادرج تعريفا عن القانون الجنسي، عن العنف الجنسي الجنسي، عن الجسدي، الاقتصادي، ولكن ما تكلمش نهائيا عن العنف الرقمي، بل أتى فيما بعد ببعض الفصول هنا وهناك متناثرة داخل قانون 113 من أجل الحماية. باش نتكلموا اليوم على العنف الرقمي، العنف الرقمي هو عنف اللي عنده ثلاثة خصائص أساسية. هو أولا عنده سرعة انتشار، أي أن المعتدي ممكن يرسل صورة ولا فيديو ولا أوديو ويقدر تنتشر في واحد السرعة فائقة، ماشي فقط داخل المغرب ولكن ممكن ينتشر في العالم ككل. كذلك هو صعوبة التحكم فيما تم إرساله، هو أن هذا المعتدي مستحيل أنه يقدر يتحكم في هذاك فهذاك الاعتداء ولا فهذاك الفعل ديال الاعتداء عن طريق دوك المنصات التواصل الاجتماعي، انه يمكن يقدر هذاك المعتدي يتراجع على الاعتداء الذي مورس على هذيك الفتاه او المراه، ولكن تلقى راسو انه سي تخو طاغ، انه ديفيزا بواحد الشكل فظيع داخل المجتمع وفي مجتمعات اخرى. كذلك الخاصيه الثالثه وهي الخطيره جدا، هو ان صعوبه التعرف على المعتدي، وخاصه إن عندما يكون مجهول الهويه.
باش يكون مجهول الهوية. صعب صعب الضحية امرأة ولا راجل ولا كذلك قاصر ولا فتاة أنها تعرف على المعتدي، لأن حتى يمكن تكلموا على الشرطه الرقميه ان صعيب في مده قصيره انها تعرف على هويه المعتدي اللي كان مجهول الاسم. وسنعرفوا اننا داخل منصه التواصل الاجتماعي اللي تنشتغلوا فيها كنا واللي تنتواجدوا فيها، تلقوا ان المعتدي دائما تيعطي اسماء مستعاره واسماء زهور واسماء نساء الى اخره بدون ما يعطي الهويه الحقيقيه. اليوم باش نتكلموا على هذا العنف الرقمي، هو عنف ماشي عادي. ممكنش نتكلموا على العنف الرقمي مثل العنف الجسدي ولا العنف الاقتصادي. العنف الجسدي يمكن الضحايا غتمشي للمستشفى وغتلقى الى جنبها الاسره والى جنبها المجتمع، وغتلقى راسها انها ممكن دير واحد شهاده طبيه وان تعزز بها الملف القانوني وتاخذ الحق ديالها، وتقدر تخرج من ديك العاهه اللي ممكن تقدر انها تتعرض لها من طرف المعتدي. العنف الرقمي هو عنف مدمر، هو عنف اخطر ما نقدروا نتصوروه على الضحايا اللي تيتعرضوا ليه. يمكن الاستاذ بنزاكور غيتكلم على الجانب النفسي، ولكن حنا كجمعيه في الوقت اللي تنتواصلوا مع ضحايا العنف الرقمي دائما تيجيو بفكره ديال التفكير في انتحار. هذه اول فكره، ما كاينش شي حاجه اخرى، ما كاينش فيها انني غنبلغ وانني غنتابع الملف ديالي وانني غندير المساطر القانونيه وان الشرطه القضائيه غتسمع ليا وان المحكمه غتاخذ حقي الى اخره، لان تتحس براسها انها الكل والتي قاسمها ما هو شخصي ديال هذيك السيده. وهذا الخطوره ديال العنف الرقمي. العنف الرقمي هو انه مدمر للضحايا في الجانب النفسي، مدمر للضحايا في الجانب الاقتصادي، مدمر للضحايا في الجانب الاجتماعي. لان اليوم الدوله تقول ان التمكين الاقتصادي غيخرج النساء من دوامه العنف. هذا شعار تنشتغلوا عليه كجمعيات وكمؤسسات الى اخره. ولكن العنف الرقمي تقدر تكون انها صاحبه شركه عندها امكانيات ماديه، عندها رصيد مالي بنكي مهم، ساكنه في واحد الاحياء راقيه، تقدر تدمر، تولي صفر درهم. صفر درهم لان ما تبقاش تهز راسها قدام الاخر في الشارع، يمكن غتبدل حياتها كلها، لان ولات ان لي ريزو سوسيو المنصات التواصل الاجتماعي صورتها متعمه، فيديوها الى اخره. باش نتكلموا اليوم كذلك من المعتدي، لان في بعض الاحيان تنعتبروا ان المعتدي هو دائما واحد المجهول ما تعرفش السيده ولا واحد القريب كان في علاقه ما الى اخره. المعتدي حسب الاحصائيات ديال جمعيه تحدي المساواه والمواطنه وكذلك احصائيات ديال المندوبيه الساميه للتخطيط وكذلك احصائيات ديال جمعيات اخرى، ان المعتدي هو اي واحد يمكن يمارس عليها العنف داخل هذوك منصات التواصل الاجتماعي. يا اما تيكون صديق حميم، تيكون زوج، تيكون طليق، تيكون زميل في العمل، تيكون جار، تيكون ايا كان. لان اي واحد عنده معلومه صغيره على امراه بغى يدمرها غيدمرها عن طريق هذوك المعطيات. وحنا تنعيشوا هذا الشيء بشكل يومي، وتعيشوا الاخوات والمناضلات ديال الحزب واحزاب اخرى في الوقت اللي تتبدا الانتخابات، وتلقاو كيفاش تيستغلوا بعض الصور ديالهم وبعض الفيديوهات ديالهم الى اخره من اجل التدمير التام، باش ما تبقاش هذيك المراه هازه راسها وقادره انها تخوض هذه المعارك، يا اما هذه المعارك النضاليه. كذلك باش نتكلموا اليوم على هذا المعتدي اللي تيمارس هذوك الممارسات، واش كاينه هناك حمايه قانونيه؟ واش كاين قانون اللي يمكن هذه المراه تخوض فيه باش تاخذ الحق ديالها؟ ولا انها تتفكر في انتحار وتتشرب الدواء ويمكن تتمشي للوبيطال عاد باش نلقاو الحق ديالها؟ هو اللي تنتكلموا على العنف الرقمي، هو يمكن اليوم هناك بعض الخطوات ايجابيه جدا اللي نقدروا نلمسوها، هو ان اليوم ولينا تنتكلموا مع الخلايا التكفل اللي ولات تاخذ بعين الاعتبار بعض الملفات، وكذلك النساء انهم تياخذوا الحق ديالهم. ولكن هل العقوبات اللي تياخذها المعتدي هي قد هذاك الاعتداء النفسي اللي تيتمارس على هاد الضحايا؟ وهنا اللي تلقاوش ما كاينش تشديد العقوبات. في احسن الاحوال المعتدي يقدر يضرب ثلاث اشهر، سته اشهر، اكثر سنه من حبس، وهي قليله جدا مقارنه بالالام الفظيعه اللي تتعرض لها ضحايا العنف الرقمي.
لان باش نتكلموا مثلا على قانون 103/13 تنتكلموا على فصوص 447/1 447/2 447/3 503/11 هادو اربعه الفصول اللي تيتكلموا على ما هو عنف رقمي، وتيتكلموا على اوديوهات، تيتكلموا على فيديوهات، تيتكلموا على فوتوشوب الى اخره، ولكن كلها تتكلم على عقوبات ضعيفه جدا مقارنه بالاثار النفسيه والاجتماعيه والاقتصاديه اللي تتعرض لها ضحايا العنف الرقمي. احنا باش نتكلموا اليوم كيفاش ممكن اننا نحميو راسنا من العنف الرقمي، هو صعيب لاننا احنا كنا تنشتغلوا داخل المنصات وتنروحوا الصور ديالنا الى اخره، ولكن ضروري اننا نكونوا عندنا واحد الرقابه يمكن نوعا ما على انفسنا باش نقدروا اننا نحميو راسنا. نحميو راسنا ماشي من راسنا، يمكن من القريب، لان القريب هو اللي تيمارس العنف اكثر على الضحيه، لان في حسب الاحصائيات كذلك ديال الاش سي بي ولا ديال الجمعيه ديالنا وجمعيات اخرى لا وطنيا وكذلك ولا دوليا، تتعتبر ان المعتدي هو القريب من الضحيه، ماشي هو البعيد، ماشي هو اللي ما عندوش هويه ولا ما معروفش الى اخره، لانه هو اللي عنده معلومات اكثر على الضحيه، هو اللي عنده معطيات، عنده صور، عنده فيديوهات، عنده اوديوهات، عارفه فين ساكنه، عارفه الريبيرتوار ديالها، عارفه الفيسبوك ديالها، الواتساب الى اخره، اذا عنده واحد زاد معرفي كبير، واحد المعطيات كثيره باش هو تيستغل هذوك المعطيات من اجل تشويه السمعه. باش نتكلموا اليوم على الافعال العنف الرقمي. افعال العنف الرقمي يمكن تنسمعوا دائما التنمر، كنسمعوا التشهير، الابتزاز، هادو كلهم يمكن افعال تقليديه. اليوم ولينا تنتكلموا على اشكال اخرى جديده، افعال اخرى جديده في العنف الرقمي. تنتكلموا اليوم على الاغتصاب الرقمي. كنا تنسمعوا الاغتصاب غير في الفضاء العام ولا في الفضاء الداخلي ديال الاسره، اليوم في الفضاء الرقمي ولا الاغتصاب. هذا الخطوره دابا كيفاش انه ولاو عندنا الناس يسدوا عليهم ديورهم وتتمارس عليهم هذا العنف برضائيه او بدون رضائيه، هذا نقاش، ولكن على الاقل كاين اغتصاب رقمي. كذلك كاين التنمر الرقمي، كاين المطارده الرقميه، كاين التشهير، كاين الابتزاز، لان هاد وكذا باش نتكلموا على المعتدي، المعتدي راه ما تيبقاش فقط في الفضاء الافتراضي مع الضحايا، تيبقى تيتحرش بها وريضه عقليه الى اخره، وتيخرج من الفضاء الافتراضي من داك الشيء اللي بينه وبينها داخل داك لورديناتور وداك الانترنيت الى الواقعي، وهنا تيولي الابتزاز وتيولي التحرش الملموس وتيولي كذلك السب والشتم والاهانه والطلب اشياء جنسيه الى اخره، اذا لانه تيخرج من ما هو مغلق وتيخرج في الواقع، وهنا تتولي حياه اخرى مع الضحايا. تنطرحوا دائما في بعض الاحيان في النقاشات يقول لك ان هذيك الضحيه راه هي اللي بغات وهي اللي دارت هذوك الممارسات وهي اللي بارطاج الصور والفيديوهات الى اخره. ولكن كذلك داخل قانون 103/13 وداخل كذلك قانون 08/09 تيقول لك ان هذه معطيات خاصه. امتى تكون عندك الحق انك تبارطاجي وانك تديفيزي وانك تمارس هذوك الممارسات؟ في الوقت اللي غنعطيك الاذن. وفي الوقت اللي ما تيكونش اذن تيكون اعتداء، وهذا هو العنف الرقمي. لان العنف الرقمي اليوم ماشي فقط انني ما بارطاجي صورتي، يمكن نكون غادا يسرق لي التليفون ديالي تيمشيو لي المعطيات وتتولي انني تنتظر في اي لحظه ان تلاح في لي ريزو سوسيو. اليوم لي هاكر ممكن يهاكر يديو المعطيات لاي كان في هذه القاعه، لما كانوش فيهم الكونفيدونسياليتي، لما كانش فيهم بلوكي، لما كانش فيهم بزاف لي باغامتر لي زوتي اللي خاصني ضروري خاصني نحمي الهاتف ديالي. اذا اليوم ولينا امام عنف اللي هو مدمر ماشي فقط للنساء والفتيات، اليوم مدمر كذلك للرجال، والجمعيه استقبلت رجال اللي متمارس عليهم العنف الرقمي واللي حتى هما تهدوا وتوما تحسوا بنفس الاحساس ديال النساء اللي غتتمارس عليهم هذا العنف. باش نتكلموا على نساء ورجال تنتكلموا على راشد، اليوم تنتكلموا على قاصر، على وليداتنا وبنياتنا اللي عندهم هذا الهاتف ولكن ما كاينش تربيه رقميه، ما كاينش كيفيه انك تتراقبوا باش ما يدخلش واحد المنصات، ما يدخلش واحد لي زابليكاسيون، ما يتكلمش مع راشدين، ما يتمارش عليهم واحد الممارسات اللي هي شاده. اذا انتباه اليوم الهاتف الذكي، راه عندنا واحد القنبله هازينها
وتنشتغلوا بها، ولكن ما تنعرفوش الخطورة ديالها. الخطورة ديالها إمتى سنعرفوها؟ باش يوقع لنا الاعتداء، باش نحسوا بالفضاعة ديال هذاك الاعتداء اللي تيمارسوا داك الآخر، والآخر اللي تيمارسوا بطبيعة الحال راه بوعي، لأنه باغي الفلوس وباغي الجنس وباغي بزاف الأشياء من الضحايا. هنا اليوم كجمعية تحدي المساواة والمواطنة تنشغلوا داخل مؤسسة تعليمية من أجل التربية الرقمية للتلاميذ والتلميذات داخل مؤسسة تعليمية، ماشي الصغار كذلك الكبار، داخل الجامعات وداخل المعاهد. كذلك درنا بعض الأفلام وبعض الأوديوهات وبعض الأفلام وبعض الكبسولات من أجل كذلك التوعية بهذا الجانب، ودرنا كذلك مشروع قانون متكامل فيه 40 فصل وفيه 8 الأبواب، ودرنا عليها ترافع. ومن بين الفروق اللي استقبلتنا كما قلت سابقا واللي كان في معها تجاوب كبير هو الفريق ديال حزبكم، وهذا مهم جدا. حنا نتمنوا ان الحزب التقدم الاشتراكي انه يتبنى هذا المشروع، لان اولا غيكون الاول في المغرب اولا، ثانيا انه اليوم كنا تنتعرضوا للعنف الرقمي، كنا غنتعرضوا ليه بشكل مباشر او غير مباشر. لهذا اليوم حنا ماشي فقط حنا لاصقين فقط بالهاتف الذكي او بالمنصات او بهذا ما يسمى بالتطبيقات، اليوم حنا جايين في واحد المسار اخر ديال الذكاء الاصطناعي، وهذا اللي خطير جدا 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 علينا كنا. إذن هنا خاص ضروري أننا نكون من أولويات بعض الأنشطة ولا بعض البرامج ديال الحزب وديال المناضلات ديال الحزب في الجمعيات اللي تنتميو لها إلى آخره، تكون عندهم من الأولويات كذلك هذا الموضوع، لأن الموضوع ما ممكنش نتكلموا عليه بشكل عادي. احنا مثلا في 2016 باش بدينا تنشتغلوا فيه جاتنا أول حالة اللي اليوم هي تتعيش في الشارع، اللي فقدت العمل، فقدت الاسره، فقدت الحياه ديالها كلها، واللي دخلت في الحمق فقط لان كانت صور وفيديوهات داخل منصات التواصل الاجتماعي، ومرفوض كانت مرفوضه من الكل، بالرغم من درت الجمعيه قامت بعده لقاءات معها ودرت دعم نفسي ودعم مادي الى اخره، ولكن كان مشكل افظع من ذلك. اذا هذه الحاله الاولى اللي خلات الجمعيه انها تشتغل على الموضوع وتاخذ من اولويتها ومصف استراتيجيتها في العمل، لان بان بالملموس بانه هذيك المراه اللي تجي تدق في باب مراكز الاستماع ديال الجمعيات يمكن كل شيء غيوقف معها. المراه اللي عندها مشكل النفقه راه غتحل مشكل النفقه، المراه اللي عندها مشكل ديال عنف جسدي غتحل المشكل ديال، ولكن المراه اللي غتحل عينيها في الصباح وتلقى عائلتها كلها شافوا الصور ديالها في الفيسبوك ولا في انستغرام ولا في منصه من المنصات، مستحيل تقبلها، مستحيل تعاطف معها. ماشي فقط الاسره، حنا تندوي على مجتمع. واش هذه التلميذة طالبة داخل الجامعة قادر أن هذاك المسؤول داخل المؤسسة أنه يقبلها، ولا هذاك رب العمل غيقبلها إلى آخره؟ إذا راه التدمير الحقيقي في كل شيء الجوانب. لهذا اليوم العنف الرقمي هو راه ما اش نقول، يمكن باش نحط قدامي دائما الحالات اللي تيجيو تلقى أنه هو الموت، هو الجحيم اللي تتعيشوا الضحايا. باش نقول الضحايا راه النساء راه رجال جاو حتى هما تيعيشوا نفس الجحيم، باش تلقى راسو انه في منصات اباحيه وانه ولا الكل في العمل ديالهم تيقدر انه يدير النقره ويشوف اش واقع عليهم. اذا اليوم حان الوقت باش اننا ننتبهوا لهواتفنا الذكيه، نكون عندنا دي فورماسيون او نيفو تكنيك او تقني، ماشي داكشي ديال فقط تيوريك زعما النظري، لا خصنا نشوفوا الناس اللي تيموت اللي عندهم درايه بكيفاش يحميوا لنا هواتفنا باش ما يكون تمش السرقه ديالهم والمعطيات ديالهم. كذلك تكون عندنا التوعيه الاساسيه ديال القاصرين والقاصرات، وليداتنا وبنياتنا اللي هما اليوم هما المستقبل، وهما اللي خصنا نحميهم حتى هما من هاد المشكل ديال العنف الرقمي. العنف الرقمي هو متجدد في الزمان والمكان، اي اننا اليوم غنلوح الصوره ديالي في 2024 اليوم 9/10، ممكن الصوره ديالي غتخرج في 9/10 2050 غتخرج ترجع الصوره،
هذا هو الخطورة ديال العنف الرقمي. حنا غنبلوكيو، حنا غنمشيو عند ميتا وغنديرو سينيالمون وغنبلوكيو لاباج، ولكن هو راه ديجا تخزان في واحد المكان واللي غيرجع مرة أخرى بآلام أخرى. هادشي علاش خصنا مؤسساتنا، مؤسسات الدولة، أنها تلقى 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 دي كونفونسيون، اتفاقيات صارمة مع هاد المؤسسات اللي يرغو اللي هي تتاخذ معطياتنا وشي حاجة اللي ديالنا خاصة، أن كيفاش ممكن تمحى تمحى كل المعطيات اللي هي تروج اللي تتمس ب تتمس بالإنسان وتتمس بحياتنا الشخصية. وباش نتكلموا اليوم على الذباب الإلكتروني وتنتكلموا على الحضور ديال الناس في 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 المواقع التواصل الاجتماعي، واليوم ما بقيناش أمام فقط ديال ترويج صورة ولا الفضح إلى آخره، ولينا اليوم كاينة تعليقات تاع الكراهية وديال السب والشتم وديال الإهانات، من تقدر تلوح أي كومون أي بوست تتلقى الآلاف المؤلفة ديال الناس أنهم تيمارسوا عليك الكراهية. وهنا كيفاش ممكن كذلك نشتغلوا على هذا الجانب، كيفاش نبلغوا؟ هل اليوم النساء اللي تيتمارس عليهم العنف الرقمي تيبلغوا؟ هذا سؤال كبير تنطرحه دائما، واش هناك تبليغ؟ واش الناس تيبلغوا؟ واش ما تيخافوش؟ طبيعة الحال النساء ما تيبلغوش خوفا من الفصل 490 في القانون الجنائي في المتابعة، وهذا اللي خطير جدا. ولكن كذلك كاين معطى اللي يمكن احنا حسب عملنا داخل الجمعية، هو ان باش تكون مصاحبة لها جمعية، وكذلك ان يكون عندها شكاية كما تنقولوا مغرزة مطرزة، ان ما تتكونش المتابعة، ما تكونش المتابعه ب 490 تيولي المعتدي هو اللي تيتابع. هادشي علاش حنا خصنا نشجعوا الناس على التبليغ، واننا يكون عندنا فقط سند قانوني. كاين هاد الفصول اللي خصنا نبقاو معتمدين الى حين تغيير ديال القانون ولا تعديل ديال القانون 103/13 او اخراج قانون خاص بمحاربه العنف الرقمي، وكذلك ان تكون المساطير واضحه بالنسبه للنساء وللفتيات كذلك اللي تتمارس عليهم العنف ان الرقمي، أن الإثبات هو سهل، هو مقارنة بالأشكال العنف الأخرى ديال الجسدي وديال التحرش الجنسي في الشارع إلى آخره، خاصك الإثبات والأدلة إلى آخره. العنف الرقمي هو الإثبات، هو كاين دائما، هو الكتاب لي زوديو، هو الفيديوهات، هو لي باج اللي تفتحوا لك الصفحات اللي تفتحوا في منصات التواصل الاجتماعي، هو الدردشه، هو الى اخره. اذا هذوك المعطيات كلها اللي خاص الضحايا انها دائما تحتفظ بهم كدليل من اجل تقويه الشكايه الموضوعه لدى الجهات المعنيه. وشكرا. شكرا شكرا الاستاذه بشرى عبدو، المديرة التنفيذية لجمعية تحدي للمساواة والمواطنة، اللي أعطتنا فكرة حول العنف الرقمي ضد المرأة والمرأة المغربية. طبعا تكلمت على التبليغ، التبليغ يعني هناك نسبة قليلة جدا اللي كيبلغوا على الحالة، لكن الأسوأ من ذلك أن المبلغة كتلقى عنف آخر داخل الأسرة ديالها، لما كتوافقش على ديك التبليغ أصلا، فكترجع اللوم لديك المعنفة سواء كانت فتاة ولا امرأة. هذا الموضوع يخلينا أيضا نطرحوا عدة تساؤلات لمجموعة ديال الاختصاصيين اللي كاينوا، لعل أنه الاختصاص الأهم في هاد الظاهرة هو الاختصاص النفسي. أولا كل ما يتعلق بالنفسي هو متعلق أيضا بالاجتماعي. أستاذ محسن بن زاكور قبيلة كنا كنتناقشوا حول هذا الموضوع، وعطانا فكرة أو يعني حل عينينا على بعض الوقائع، وكنتمنى يعاود يذكرها ويقول يستفد. فأستاذ كيفاش تولد هذا العنف الرقمي في المجتمع ديالنا، ويمكننا نقدروا ناخذوا فكرة حول المقاربة النفسية والاجتماعية، وكيفاش ممكن نقدروا نحمي وليداتنا؟ شكرا شكرا للحضور الكريم، شكرا لحزب تقدم الاشتراكية على هذه الدعوة. طبعا كنت حضرت محاضرة أكاديمية لكن سوف أتجاوز هذا الإطار حتى لا أثقل عليكم. أبدأ بداية بتعريف العنف على المستوى السيكولوجي، وهو كل إنسان يلجأ إلى العنف
وإنسان عديم الكفاءة الذهنية. عديم الكفاءة الذهنية. هنا لا استحضر العقوبة بمنعه من الحياة الاجتماعية فقط، ولكن أيضا بالمتابعة النفسية داخل المؤسسة السجنية حتى لا يعود مجددا إلى المجتمع ويمارس، لأن كلكم كتعرفوا كيقول لك غندوز واحد المدة ونستفد. لأن هذا هو الأساس. البعد الثاني الذي يهمني وهو الطرف الآخر اللي هو تحدثت عليه الأخت الفاضلة، وهو الشخص المعنف. من يكون هذا الشخص المعنف؟ هو أيضا له قصور على المستوى الفني بالدارجة، ما كيعرفش كيفاش يرجع المعنف لبلاصته. وتخيلوا معايا، حنا كنهضروا غير على ايش؟ كنهضروا على العنف الرقمي، ليس كذلك. حنا كنعرفوا بانه في تاريخ الانسانيه العنف هو موجود منذ التاريخ، يعني حتى ان بعض الحضارات تحولت الى دول مستعمره، والمغرب عاش هذه الازمه ديال العنف الفرنسي ضده، كيفاش استباح الارض المغربيه والانسان المغربي. لكن الاشكال هو اننا تمرسنا على المستوى الواقعي كيف نحيي المقاومه، كيف نحيي الضمير الحي. ايضا على المستوى المدرسي علمنا ابناءنا كيف تكون امكانيه اللجوء الى الرشيد او تعلم مهارات الدفاع عن النفس. لن يختلف الامر على المستوى الرقمي. لماذا؟ لان القاسم المشترك بين العالم الرقمي والعالم الواقعي هو الانسان. وبالتالي كلما تحدثنا عن هذه الكفاءات كلما طورنا كفاءات توافق العصر الذي نعيش فيه. فاننا اصبحنا اليوم نتحدث عن الرقمنه، الكل يتحدث عن الرقمنة، ولكن هل هناك كفاءات على المستوى التعليمي لبناء إنسان قادر على أن يتعامل مع هذه الرقمنة؟ نعطيه مثال بسيط. لحد الآن في المدرسة المغربية ما كاينش دي سيميلاسيون، ما عندناش. اش كنقصد بلي سيميلاسيون؟ هو كنجيب وليد ولا بنيته ونحطهم في قسم، ونجيب القسم الآخر نجيب فيه واحد كيلعب الدور ديال المتحايل أو المعنف أو الشاد جنسيا، وسميوه اللي يعجبكم، أو نصاب أو كذا. وكنمرنوا على ثلاثة الأمور أساسية: يخدم عقله، يلاحظ الخطاب، ويعرف كيفاش يحمي نفسه من هذا الخطاب. لأن كما قال الأستاذ أيضا أحببنا أم كرهنا، نحن نحتاج إلى الحياة الرقمية. تحول المجتمع إلى مجتمع رقمي، لأن درجة أننا نتحدث عن حكومة رقمية، نتحدث عن تعليم عن بعد، نتحدث عن مبادلات اقتصادية عن بعد، عن تطبيب عن بعد. إذن لا يمكن أن ننكر الانتماء لعصرنا. إذن اش كيبقى؟ كيبقى تطوير كفاءات هذا الإنسان على المستوى النفسي. فإذا كان العنف على المستوى النفسي هو قوة وحشية، وبالمفهوم الوحشي هنا، ويجب أيضا تحيين مفاهيمنا على هذا المستوى. لا نربط الوحش بالوحش التقليدي اللي هو كما كنقولوا بالدارجه بوعو ولا الديب ولا لا هذا الوحش الذي اصبح انسان بالمفهوم، مع احترامنا لكلمه الانسان، وحش يتملك اليات الاديه. واش الاستاذه قبيله ذكرتنا استاذه اكرام، باش نعطيكم مثال باش تفهموا علاش كنهضروا. وليدات اليوم اللي حلوا عينيهم في وسائل التواصل الاجتماعي اللي كيسميهم جينيراسيون ايكغيك والزيد وغيرها، بالنسبه لهم هذا العالم هو عالمهم الحقيقي. كلكم ناولتوا مجموعه من الحقائق في هذا الاطار، بدات في البدايه من تشكيل اسر، وليداتنا ما كيتغداوش معنا، وليداتنا ما كيخرجوش معنا، دابا وليداتنا ما بقيناش كنعرفوهم. اذا كاين حقيقه ديال هذا العالم الافتراضي. ملي كنوصلوا لهذه الدرجه ديال التعايش مع العالم الافتراضي، يطرح السؤال ايهما يصبح واقعا؟ هل هو الواقع الاجتماعي ام الواقع الافتراضي بالنسبه لذلك المراهق؟ طبعا يصبح هو الواقع الافتراضي. وهنا كيبان الاثار النفسيه لذلك التعامل مع العالم الافتراضي. نعطيكم مثال ديال حاله اعالجها، بنيته 17 عام مصابه بالكآبه. ملي بديت كنحاول نفهم شنو هو المشكل، عطاتني المبرر التالي، دار لي فيو. غالبيتكم ما يفهمهاش، دار لي فيو. هذا لغه اللي خصكم تفهموها عند وليداتكم، ردوا بالكم. ما معنى دار لي فيو في لغه الشباب؟ هو دارت واحد الكلام او صوره او هذا ولم يعلق، ولكن ماشي هذا هو الطمه، ماشي لم يعلق، شافها ولم يعلق. وهنا كتبان الهشاشه النفسيه. هنا كتبان الهشاشه النفسيه لهذا الجيل، والذي لا يعاب عليه هذه الهشاشه، لانهم وليداتنا، احنا اللي نجناهم. ومادام انه ما كاينش منظومة تعليمية ترافق هذا التطور العلمي والمعرفي، ضروري غنأديو الثمن. لهذا حينما نقول هذه الأمور بالنسبة لكم مضحكة، بالنسبة للطفلة نردكمش غيوقع لها. ف
فهي تعاني من قسوة حادة بإرادة إخضاع هذه الطفلة. هذا هو الفكر ديالها. أنتم كتستعنوا بها لأن عندكم مناعة سواء نفسية فكرية، لكن هي المناعة اللي عندنا إحنا ما عندهاش الحقيقة ديالها هو هذاك فيه. وبالتالي إيش كتشوف فيها؟ كتشوف فيها بأنها احتقار لذاتها، عدم اعتراف بها، وإحنا كنعرفوا من الناحية النفسية ما كانت الاعتراف. نعطيكم مثال، أنتم كتستهنوا الآن بهذه المسألة واخا يتقلقوا عليها شي وحدين، نهار كتحلق وتصوب واللي معك ما كيقول لك جديتي زوين، راه نفسها على المستوى الافتراضي. فلهذا ردوا بالكم، راه الانسان هو الانسان، تتغير فقط الاليات والوسائل. متفقين معايا؟ غتولي تفهموا الجيل ديالنا ماشي ديالنا، ديالهم انا كبير. طيب على المستوى السوسيولوجي ايضا، نحن نعرف بان، وهذا جواب على السؤال قبل قليل، واش عندنا امكانيه التخلي على هذه الوسائل؟ مستحيل، لان سوسيولوجيا نحن نستجيب للظرفيه الاجتماعيه. الآن كل شيء تحول إلى ما هو رقمي، فإن لم تكن داخل التاريخ فأنت خارج التاريخ، تختار. في كلتا الحالات سوف تعنف اجتماعيا، ولهذا حينما نتحدث عن هذه الوسائل على المستوى الاجتماعي، مع الأسف تنتقل الصورة العنيفة الاجتماعية أيضا إلى الوسائل الإلكترونية. نعطيكم مثال، السلطة الوالدية لماذا تختلط في مخيلة المغربي بين مفهوم السلطة وبين العنف؟ فراسكم إلى حدود الساعة ما زال يجي عندي أب، بعض الأحيان حتى الأمهات، وكيكون مستوى عالي وكيقول لك لا العصا ضرورية. بمعنى آخر لا زال العنف، وكما قلنا في البداية ديال التعريف، شكون فيكم اللي باقي مركز معايا شنو هو العنف؟ وغياب مدى كفاءة أمام وضعية معينة. هاد السيد ما كيعرفش يربي، هاد السيدة ما كتعرفش تربي، إلجأ للعنف. كيولد لنا إنسان عنصرين، يا إما سوف يكون معنف أو سوف يكون معنف، كلتا الحالات بغينا ولا كرهنا. إذن حتى المنظومة الاجتماعية سواء كانت على مستوى الأسرة أو على مستوى التعليم، لأن كانت هذاك الأستاذ حتى هو الله يسمح ليه يعنف بشكل أو بآخر، ما كيحشم الطفل أمام الكل، ولا لا عمرها كانت منك، ولا سيادك، شوف سيادك، وغيرها من المصطلحات التي تربي مشروع معنف. إذن هذه الأشياء ضيف لها حتى الإعلام، وغيسمعوني مولي الإعلام وغيتقلقوا، لكن حقيقة الإعلام أيضا يكرس على المستوى الاجتماعي مفهوم العنف. ولهذا حينما يكون المستوى الاجتماعي فيه هذا العنف والمستوى النفسي هش بهذه الصورة، لا يمكن إلا أن يكون للعنف الرقمي آثار، ولا يجب من اليوم أن نستهزئ أو نقلل من قضية العنف الرقمي. فالعنف الرقمي وفي التعريف دياله العام هو استعمال الآلة اللي هي الوسائط، ولكن دائما هناك ضحية، وهذا هو الهدف، والقانون كله ينبني على هذا المفهوم، هناك الضحية وهناك المعتدي. ففي المسألة السيبراني نفس الشيء، علاش كنهضر بهذه الطريقة؟ لأن غالبية الأسر ملي كيجي شي واحد من وليداتهم يتشكى، أو الراجل كيتشكى أو المرأة كيتشكى، لازلنا في المخيلة المغربية نستهين بالعنف الرقمي. لا يا سيدي، له آثاره. أيضا من خصائص هذا العنف الرقمي، وعلاش كنهضروا عليه بهذه الطريقة؟ لأنه هو الذي له الانعكاسات عن النفسية. أصبحنا نتحدث عن العولمة. فالعولمة ليست ثقافية واقتصادية وغيرها، أصبحت العولمة حتى في الشهوة وفي العنف. فأصبح العنف أيضا له، وهنا باش تفهموا المسألة أكثر وأكثر، العنف له حتى هو مؤسساته. نتحدث هنا عن المتاجرين بالبشر، نتحدث عن البيدوفيليا التي أصبحت بفضل وسائل التكنولوجية تتنظم ولها آلياتها. خذوا الهجرة غير الشرعية، خذوا ما نسميه التحريض، كل هذه المعطيات تفضي إلى عنصر واحد، أن هناك ناس أذكياء أدركوا بأن هذه الوسائل سلطة في يدهم. واش غنبقاو حنا كنغفلوا على هذه الحقيقة؟ العنصر الآخر وهو قضية، وهذا قاعدة عند في علم النفس معروفة، وهو قضية الإحساس بالذنب. أخطر ما يمكن أن يصيب الإنسان ويجعل منه هشا هو إحساسه بالذنب. والذي يستعمل العنف في وسائل التواصل الاجتماعي، وهنا غادي نعترض مع الأستاذة، هو إحساسك بالذنب، وهي قضية الشهوة. خصنا نربي وليداتنا ما يبقاوش يخافوا من الشهوة ومن بعد، وإلا غنبقى دائما ضحية. شوه،
ما معنى الشبهة؟ هل هي الحفاظ على منظومة تكرس واحد الصورة للمرأة على أنها دائما تحافظ على شرفها وجميع رجليك؟ سير سيدي أنا كان عندي خطأ في هذا ومن بعد هنا فين كاين التحدي الحقيقي؟ التحدي الحقيقي ليس في المستوى الآلي للجهاز، راه نعطيه التملك ديال الأجهزة ومع ذلك ردوا بالكم وهذه خصكم تعرفوها وراكم كتعرفوها، ما كاينش شي كينسميوها لوجيسيال ولا شي حاجه في هذا ولا تطبيق متطور الا وكيجي هاكر وكيهرسو، بمعنى واخا نديروا لا سيكوريتي اللي درنا غادي تهرس، ولكن لا سيكوريتي اللي ما كتهرش هو يبني لها انسان قادر على ان يصد مثل هذه الظواهر. ولهذا هنا عندنا اللي كنقول لكم المجتمع والاعلام والفن يساهم في هذه الامور حينما يتشربها الجيل خصوصا الجيل الجديد. فأتحدث هنا مثلا نعطيكم مثال، كتسمعوا بالسكرول شي ستة ولاد الناس اللي جاوبوا على السكرول الاخرين ما فهموش شنو هو السكرول. وهنا غندوز للعنصر الاخر اللي هو مهم من الجانب النفسي. السكرول هو ملي كتشد لك الاكران ديالك كتبقى تدوز داكور. الوغ هاد المعلومه شكون اللي بداها؟ بداها تيك توك، ومن عطات النجاح التجاري ديالها تبناها ايضا يوتيوب. وإذا لاحظتوا المسألة شنو هو الإشكال ديالها، وهو أن المدة الزمنية اللي كيدوز في هذاك الفيديو ما خصوش يتجاوز 3 دقائق أبعد حد، ولكن الغالبية 30 ثانية. اش كيوقع للذهن البشري؟ وهو يفقد أهم عنصر الذي يجعل منه إنسانا، والإنسان في تعريفه هو الذي يمتلك 4 أمور: القدرة على الملاحظة، وحينما أتحدث عن الملاحظة الملاحظة المبنية على المعرفة العلمية، القدرة على أن يميز، القدرة على أن يقارن، والقدرة على أن يستنبط. واش الإنسان اللي قضى وقته كله في السكرول يستطيع يوصل لهذا المستوى الإنساني؟ إذن العنصر الأساسي اللي كيلعبوا عليه هاد الناس هو الوقت، وبالتالي كلما كان الوقت ضيق كلما كان القدرة على التفكير والتفكير النقدي كلما كان ضيق. ويصبح بعد هنا غادي ندخلوا للجانب العلمي أن الدماغ البشري مقسم لثلاثة الأقسام، هناك النيوكورتكس واللامبيك والريبتيليا. النيوكورتكس هو اللي كتسمى الناصية، وهو اللي هضرنا عليه هو الأكبر تقدم في العقل الإنساني من ناحية المعرفة ومن ناحية الإدراك واللغة والذاكرة والذكاء وغيرها. وعندنا اللامبيك اللي هو مكلف بالجانب الوجداني. إذا ملي كنغيب هذا العنصر الزمن شنو اللي كيبقى خدام في الدماغ البشري؟ هو الجانب اللامبيك، كيولي فقط جانب عاطفي اللي كيولد عنده الرغبات والنزوات في تغييب كلي للعقل. وحينما أنزل بالإنسان إلى مستوى الرغبات أفقده إنسانيته. هنا انتصرت كفكر الرأسمالي للمساهمة في الاستهلاك، وكلما تحول الإنسان إلى مستهلك كلما ضعف وكلما أصبح ضحية. إذن هناك ارتباط بين ما هو نفسي وبين ما هو اجتماعي. أستاذ راه ما وقفتنيش، ما نوقفش. لا عفوا أستاذة، الإشكال الثاني هو مع الأسف حينما نتحدث عن المرأة ننسى أن أصل المرأة أيضا حينما نتحدث عن المرأة ننسى أن المرأة قبل أن تتحول المرأة كانت أيضا طفل. وهذا المشروع ديال الطفل في المغرب مع الأسف لا زال مشروعا فاشلا، ما عندناش بهذا المعنى ما يمكن أن نشكل به ذلك الطفل الذي يوافق عصره. باش تفهموني بكل بساطة قبل ما نجاوبكم، شكون اللي عطى لولده التليفون قبل 16 عام هنا في القاعة؟ علاش هذا السؤال؟ نعطيكم حالة أخرى صادمة، نعطيكم حالة أخرى صادمة الله يخليكم، باش الغرض منها ماشي هو التخويف ولكن الغرض منها هو التحسيس. وهذا ما قلت لكمش قبيلة في الكواليس حتى في السبيطار. دابا بنت جات عندي في عمرها 12 سنة، جابتها الأم ديالها طبعا، ولكن بدات المعاناه ديالها في 8 سنين.
وثمان سنين يوافق بالضبط في سن هذه البنت هو مرحلة الكوفيد. وبالتالي مرحلة الكوفيد كيعني أن الإنسان في ذاك اللحظة كانت الحرية المطلقة للأبناء في التعامل مع الانترنت. متفقين؟ ماذا سوف يحصل؟ أنها أصيبت بالإدمان على الوسائل الإباحية أو المواقع الإباحية. يعني مازال ما عندهاش الجهاز التناسلي تكون، الاستهامات ما معروفاش، مفهوم الجنس ما عندهاش، ومع ذلك وهنا باش ما تخلعوش بزاف لا بلاتي ما تخلعوش بزاف المفهوم المغربي، بمعنى ما تخلعوش على حجرها ولكن تخلعوا على عقلها، مشى دماغها مشى، بمعنى انها كلها محاولات كيفما كانت طبيعتها للحد من هذا الادمان الا وفشلت، لدرجه انها وصلت كاس التليفون دبها باش تشوفوا ادمان للصوره. راه ما تصوروش هذا المرض شنو معناته، ومرض جديد ديال هذه الوضعيه هذه وما فيش كتابات شنو هو هذا الادمان على الاباحيه في 8 سنين 12 سنه مده 4 سنين، والاسره ما جايباش الخبر لان ما يمكنش تعرفها. كل هذه المعطيات كتاكد انه ما بقاش نفكروا فقط في هذا الاطار ديال الرشيد، نفكروا حتى في الطفل لانها مهمه بزاف. علاش؟ لان هناك غياب ما نسميه مسانده الاطفال، وحنا كنعطيوهم الهاتف الذكي في سن مبكره، وحنا كنعرفوا ان المسؤوليه القانونيه ما كتعطى الانسان حتى 18 سنه. علاش؟ لانه على الاقل حاصل على البكالوريا، عنده معلومات، عنده تجربه، عاش التنمر في المدرسه، يعني عنده مناعه. هذا ما عنده حتى شي مناعه. اذا اش كنكونوا؟ يعني مشاريع ضحايا ماشي غير فقط العنف ولكن حتى المرض العقلي. واش التصفيق نحبس ولا نزيد؟ بإيجاز. طيب باش غير نعطيكم غير صور شكون هو العنيف باش تفهموا، ماشي غير مساواة المستوى الرقمي، حتى الانسان اللي كيكون معك في البيئه ديالك ربما ما تعرفوش. العنيف هو الشخص الذي لم يتعلم ابدا الكلمات لمخاطبه الاخر. وكنعرفش كنقول، لان اللي كيهضر راه ماشي هو اللي متملك للغه، والكلمه لها وزنها. الدليل في ذلك ان الكلمات اصبحت الان تصيب اطفالنا بالمرض النفسي. ايضا الانسان الذي يتوتر بسهوله ويغضب بسهوله. الانسان الذي يتعاطى للمخدرات والخمر بطريقه لا انسانيه ولا عقلانيه، باش ما تقولش سي مزاكور ضد الشراب. اذا هذه الصوره لمرتكبي العنف هدفها الاساس الذي يتحول اليه كسلوك. ردوا بالكم قبيله اللي قلت لكم المهاره ما كايناش والكفاءه ما كايناش، شنو هي كتولي المهاره ديالو؟ المهاره ديالو هي الحاجه الى السيطره، ما كيرتاح حتى كيسيطر، والسلطه على التسلط على الاخرين ماشي السلطه. عنده قدره محدوده على اداره النزاع، واداره النزاع كنعرفوش كتطلب من التوازن النفسي والهدوء، لان الانسان لا يملد الافكار الا في اطار التوازن. كلما كان منفعلا، وقبيله لا كنتو كتعقلوا قلت لكم عندنا النيوكورتكس وعندنا اللولانبيك. اللولانبيك شنو هي وظيفته؟ وظيفته انه كيحبس النيوكورتكس في حالات الخطر. ملي كنخاف ما كنبقاش نفكر، كنفكر كيفاش نجيب براسي. اذا كلما اعطينا واحد المسافه كبيره على المستوى النورولوجي ليموسيون كلما كانت على حساب التعقل. ايضا هذا الانسان العنيف دائما ما كيأول هضرتك الجانب القبيح، دائما كما كنقولوا بالدارجه كينوها فيك قبيحه. هذا انسان عنيف. ايضا عنده واحد الصوره خاطئه للاطمئنان، كلما كنت مطمئنين بالنسبه له راه كتوجد ليه شي حاجه. هذه كلها امور اللي يمكن الى علمناها لوليداتنا وحسنا بها المجتمع يمكن نوصلوا لبناء نفسي رصين اللي في ابسط الحالات اللي يمكن يرد بها الفعل هذا الشخص هذا امام المعنف الالكتروني، هو يعرف بان المساله راه غير افتراضيه وانه لن يصيبه على المستوى الذهني الا اذا فتح هو هذا القوس لادخاله في دماغي. اشكركم وتبارك الله عليكم. شكرا شكرا استاذ بن زاكور، اختصاصي في علم النفس الاجتماعي اللي فادنا بمعلومات قيمه على الموضوع العنف الرقمي ضد النساء وايضا ضد الاطفال، واعطانا نماذج هو شاهدها وعايشها، وبصراحه يعني كانت صادمه لنا كاملين. الاستاذه اعطتنا الارقام، اعطتنا المفهوم تاع العنف الرقمي وايضا المجهودات اللي عملتها الجمعيه.
أستاذ أيضا تهو أعطانا من ناحية النفسية، لكن كيبقى واحد تساؤل، فين هي الإجراءات القانونية للردع العنف الرقمي ضد المرأة وضد الطفل وضد أيضا الرجل؟ الفصل أو القانون 103-13 ربما جاب بعض الإجراءات العقابية، لكن كان واحد تساؤل، هل هي كافية باش نوقفوا هذه الظاهرة، وإن كان الوقف ديالها أو محاربتها غادي تأخذ نفس طويل، نفس ماراثوني، لكن غادي نوجه هذا السؤال للأستاذة فاطمة الزهراء براسات، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ورئيسة لجنة الحقوق والحريات. تفضلي أستاذة. شكرا، مساء الخير وتحية طيبة للحضور الكريم والمتدخلات والأستاذ المتدخل. أكيد الموضوع ديال حماية النساء من العنف الإلكتروني والآثار الوخيمة ديال هذا العنف على النساء موضوع من المواضيع اللي عندها رهينية كبيرة، واللي نقدروا نقولوا بأننا متأخرين فيها باش نعالجوا مثل هذه الظاهرة التي جزء منها ظاهر، ولكن الأخطر هو ما خفي. لأن كما تفضلت رفيقة سمية في البداية، لما كان تكلم المندوبية السامية للتخطيط على 1.5 مليون ديال النساء المعنفات إلكترونيا، فإحنا كان تكلموا على واحد النسبة اللي تم تعبير على العنف اللي تعرضوا له، ولكن الأخطر هو ديك النسبة ديال النساء اللي ما عبراتش على هذا العنف. وللإشارة، هذه المسألة ما مرتبطاش فقط بالعنف الإلكتروني، ولكن العنف بشكل عام بقي عندنا إشكال حقيقي في توجه المرأة للمحكمة أو الجهات المختصة باش أنها يعني تشكي أو تعبر على واحد العنف اللي تعرضت ليه، سواء على مستوى الواقع أو على مستوى الإلكتروني. أكيد الأسباب متعددة، منها ما هو اجتماعي، منها واحد التسامح والتساهل مع العنف الممارس ضد المرأة، وتساهل المرأة نفسها مع هذا العنف. هي براسها كاين واحد الجزء من النساء اللي كتعتبر يعني عادي، أنها عادي وتسكت وتصبر ربما على ود ولادها أو على ود المجتمع أو الفضيحة، أو خليني نسكت لأن إذا سكت غادي نشتت العائلة والمجتمع، غيكون واحد العار اللي غيقيس يعني دائما ديك المرأة اللي كتحمل العبء ديال المجتمع وتحمل العنف باش أن هذا المجتمع يبقى سليم. واش فعلا هذا المجتمع سليم يعني بهذا الشكل هذا؟ واش هذا هو المجتمع السليم فعلا كتبقى يعني، أو الحفاظ كما قال الأستاذ على المجتمع المختل؟ للأسف يعني لما كنتكلموا على العنف الإلكتروني اليوم، فإلا كان يعني العنف الواقعي كيخلي واحد الأثر، علما أن حتى العنف الواقعي لما كنتكلموا على العنف ربما الجسدي اللي كيبانوا فيه الأثر ديال الضرب هو اللي كيتخذ بعين الاعتبار، أما حتى العنف النفسي ولو أن القانون 103-13 جابيه وعرفه وبعرفش ديك الشيء، ولكن في الواقع واش عندنا شي وسائل ديال الإثبات باش نثبت أن هذا العنف النفسي اللي تعرضت ليه المرأة سواء في الواقع أو في المجال الإلكتروني؟ يعني هذه كلها مازال للأسف نقدروا يعني ونبدأ من هنا، ربما حتى القانون يعني 103-13 بالرغم أنه يعني مازال ما كملش حتى 10 سنين في التطبيق ديالو، ولكن بان يعني منذ التطبيق ديالو بسنوات قليلة بأنه ما قادرش أنه يحد من الظاهرة ديال العنف ضد النساء، والدليل هو الإحصائيات الرسمية اللي كتبين الانتشار ديال مجموعة من مظاهر العنف اللي كتعرض لها النساء كما قلت، هادو غير اللي كيعبروا على هذا العنف. الخطورة اللي كيتميز بها العنف الإلكتروني هو أنه عنده واحد مجموعة ديال الخصائص اللي كتخليه يعني واحد العنف اللي نقدروا نوصفه بأنه أكثر خطورة من واحد المجموعة ديال الأنواع الأخرى. من بين هاد العناصر طبعا كاين بعضها يعني تفضلوا به الاساتذه قبل مني، السرعه او لا ديال الانتشار ديال هذا النوع هذا من العنف، والنسبه والعدد ديال الضحايا. نقدر نقول مثلا مراه غتتعرض لعنف جسدي او جنسي، يعني مراه وحده، ولكن هذاك اللي وراء الشاشه راه يقدر يسيب لي واحد الالاف ديال النساء في لحظه وحده
كليك وحده يقدر يشوه لك واحد الالف ولا الفين مرة الا كان يعني عنده تقنيات متطوره. وبالتالي هذه السرعه ديال الانتشار وكما قالت الاستاذه قبل انها كتبقى ممتده في الزمن والصعوبه ديال اننا نحدوا منها هي واحد مجموعه من يعني من الامور اللي كتجعل من هذا العنف يعني ظاهره خطيره جدا. جزء منها كذلك كيبان لما كيكون واحد النوع ديال يعني بارطاج كتبارطاجي واحد الامور اللي كتمس بالخصوصيه ديال ديك المراه، ولكن كذلك الاخطر هو ذاك الابتزاز اللي كيبقى ما كيبانش. حتى كنمشيو عند الاستاذ الاختصاص ديالو كتبقى ديك المراه كتجمع مجموعه من الامراض النفسيه اللي ممكن في مجموعه من الحالات اللي تمشي تؤدي بها الانتحار. لما كيبدا يتشدد الخناق عليها من ناحيه الابتزاز بصور او فيديوهات او مجموعه من الامور اللي هي خاصه بها، حتى كتوصل لواحد النتيجه اللي هي وخيمه على مستوى النفسي او على مستوى تهديد الحياه ديالها. كذلك الخطوره كذلك كتجلى هو ان هذا النوع من العنف عابر للحدود، ماشي داخل واحد المنطقة أو في الفضاء العام، عابر للحدود. وبالتالي يقدر شي شخص في واحد الدولة معينة أو هذا يقدر يكون كيرتكب هذه الجرائم هذه، وسير أنت يشدو يعني كتخلي المجال الشساعة ديال المجال كتصعب أنه يتم التحكم في هاد النوع من الجرائم. كذلك من الأمور أو السمات الأساسية هو السرعة ديال التطور، بتطور هذا التطور التكنولوجي والوسائل التكنولوجية كتطور معها الجرائم، ونحن متأخرون جدا على المستوى التشريعي وباقيين. يعني انا غادي نعطي يعني الحالة ديال وضعيتنا ربما التشريعية ومعالجتها لهذه الظاهرة. كاين عندنا بعض المقتضيات، لان كاين حديث واش حنا فعلا امام فراغ قانوني لمعالجة هذه الظاهرة او قصور. هو اللي بغينا نكونوا يعني واقعيين، هو هنالك بعض المقتضيات اللي في القانون الجنائي والقانون 103/13، ولكنها تظل محدوده جدا وقاصره، ولا بغينا نقولوا يعني حتى باش الاستاذه تكلمت على وسائل الاثبات، ربما حتى وسائل الاثبات فيها غتكون صعوبه، ما يمكنش تكون سهله. علاش؟ لان واحد الفئه عريضه قلنا بان ناس مجهولي الهويه، حيت الا بغينا نثبتوا خصني نكون شي واحد الشخص اللي انا كنعرفو دخل عندي لاباج ديالي مثلا وكنعرف ديك الشخص وحيت قريب ليا. ولكن الخطوره هو ان واحد النسبه كبيره ديال الناس اللي ماشي من لونتوراج ديالنا واللي ما كنعرفوهمش واللي مجهولي الهويه كما قالت الاستاذه، وداخلين باسماء مستعاره. يعني حتى الا بغينا نتكلموا على الاثبات فخاص، الا بغينا فعلا نطوقوا هذه الظاهره فخاص تكون منظومه اثبات تراعي هذه الخصوصيه ديال هذه الجرائم ومتطوره. احنا دابا عايشين كما قال الاستاذ ما غيمكنش هذا الوقت ديال التكنولوجيا المتطوره، وبالتالي خاص التفاعل معها. كما كاين واحد العدد ديال الانظمه الالكترونيه مثلا لحمايه الاموال، دابا تخلص بلا كارت ديالك ما يدير لك حد الفلوس، دير واحد العدد ديال العمليات الالكترونيه الامور مضبوطه. وهذا كيفاش نقدروا هذه المنظومة الإلكترونية تساعد ونطوروها باش أنها تساعدني أنني لما غتعنف واحد المرأة أو واحد القاصر باستعمال هذه الوسائل الإلكترونية أنني نقدر يعني فعلا نوصل لهذاك الجاني. يعني ماشي بالسهل أن نتكلم يعني على يعني وسائل إثبات اللي هي ربما بهذه السهولة. إجازة ضغية ضغية داكور. المهم انا غادي نحاول نمشي يعني مباشره ربما للخلاصه، لان واحد العدد ديال النقط تمت اثارتها من ناحيه يعني الاثار النفسيه ولا الاثار الاجتماعيه والانتهاك ديال الحريه. لان لما كنتكلموا على هذا العنف الالكتروني وتكلمت الاستاذه في البدايه انه كيحاسبوا المراه علاش درتي تصورك اصلا، هذا تدخل في الحريه. كما انا خارجه غتجي تطوق لي الحريه ديالي في العالم الواقعي، غتجي وتدخل لي في حياتي في العالم الافتراضي باش ما يتمرش عليا العنف. يعني هذا كذلك واحد النوع ديال الخناق، وهذه من الامور اللي فعلا اليوم في المجتمع الدولي وفي المنظومه الدوليه ديال حقوق الانسان هنالك تحديات كبيره ديال حمايه الحقوق وهذه الحريات على مستوى الفضاء الرقمي. الفضاء الرقمي لان كاين واحد فعلا كاين واحد الخط
الخيط رفيع جدا ما بين حماية هذا الحق ديالي في الخصوصية وحرية التعبير، وأنك يكون عندك واحد النطاق. يعني فعلا هذه من الأمور اللي طرحة اليوم واحد العدد ديال التحديات على هذا المستوى، وكيفاش أنه يعني نواكبوا هذه المنظومة الرقمية لحماية هذه الحريات. إذا اليوم نحن في حاجة ملحة جدا إلى مراجعة المنظومة الجنائية بما يستجيب لخصوصية هذه الأنواع ديال العنف، المقتضيات اللي كاينه اليوم في القانون الجنائي اللي كتكلم على يعني على بث او نشر صور او فيديوهات دون موافقه صاحبها عبر وسائط الكترونيه او عبر، يعني كتبقى جدا محدوده. اليوم حنا في حاجه بعدا الى التعريف شنو هو العنف الالكتروني، التعرف يتم التعريف ديالو بشكل دقيق. وربما انا هنا يعني هذا راي شخصي، ولكن كذلك في الحزب كنشتغلوا على واحد المقترح قانون في هذا الاتجاه، انه المراجعة ديال القانون 113 باش ما يكونش عاوتاني عندنا واحد العدد ديال القوانين الغير مفعلة، لأن القوانين نحطوا أجود القوانين ولكن لما تفعلها شركة تبقى محل ما كيناش. وبالتالي القانون 113 لمحاربة العنف ضد المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء فيه تعريف ديال العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي، يعني يكون واحد التعريف دقيق للعنف، شنو هو العنف الإلكتروني وشنا هي مظاهر العنف الإلكتروني وشنا هي يعني واحد العدد ديال الآليات لضبط هذه الأنواع ديال الجرائم، ولكن كذلك أنها تكون عقوبات رادعة فعلا إلا بغينا نحقو الردع. فما يمكنش نتكلموا على أنني باغي نحد من واحد الظاهرة ديال العنف وأنا كنعطي الحكم بالسورسي او لا كنقدر كاع ما يكونش يعني واحد الحكم كاع بالحبس خلاص يعني. وتكلمت على وسائل الاثبات ان تكون اول حاجز امامي هو كيفاش غنثبت، انا غنمشي نثبت اش غنثبت يعني انا الا ما قادرش نثبت هذاك العنف اللي تعرضت ليه في الواقع وبنادم قبلت وجهي وصلاني بالعصا، ما قدرتش نثبت ان هذاك هو اللي صلاني بالعصا، غنقدر نثبت واحد ما وراء الشاشه غنقول هذاك راه هو اللي شكون هو. يعني فعلا راه ماشي بهذه السهوله ديال هذه، خصها اراده حقيقيه. راه الا بغينا نحدوا من هذه الظاهره اللي غاديه في الانتشار كما قلت غاديه في الانتشار بشكل كبير ومازال غادي تنتشر، فخاص تكون اراده حقيقيه من خلال يعني اعتماد نص قانوني كيحدد فعلا هذه الحدود ديال هذه الجريمه، ولكن كذلك اراده لتنفيذه وتطبيقه وتوفير الامكانيات لضمان تنفيذه على ارض الواقع ومتابعه الجنات. اليوم كاين يعني نقاش بانه ما كاينش يعني في الاحصائيات ما كاينش عنف الكتروني كثير، لانه ما معرفش بهذا الشكل حتى قبل ما يكون القانون ديال التجار بالبشر ما كناش كنسمعوا على جريمه التجار بالبشر. يعني القاضي كيطبق القانون الجنائي اللي عنده والتوصيف ديال الجريمه اللي محدد لها جريمه ولا عقوبه الا بنص، ولكن لما خرج القانون ديال التجار بالبشر ولينا كنسمعوا هنالك عدد من الجرائم اللي مرتبطه فوالا تصنف كجريمه ديال التجار بالبشر. نفس الشيء بالنسبه باش نقدروا نقيسوا الحجم نسبيا، لان باش ما نقولش الحجم الحقيقي، لان الحجم الحقيقي خص كلشي يكون كيبلغ عليه، مي على الاقل واحد النسبه ديال العنف اللي كتمارس يعني بشكل الكتروني فخاص يكون تعريف ويكون واحد العدد ديال المحددات لهذه الجريمه على مستوى القانون. غادي نحاول نختم يعني بالاضافه الى الجانب التشريعي، لانه دائما يظل غير كافي كيفاش انه يتم التوعيه ديال النساء وديال القاصرات وديال الاطفال القاصرين، يعني الجميع بالمخاطر ديال هذا النوع، لا على مستوى الاعلام العمومي للاسف، يعني شنو كيقدم هذا الاعلام العمومي واش فعلا قادر يعطي دي ميساج بحال بهذا المستوى من اجل يعني التوعيه ديال الناس بالمخاطر، وان الناس كما قال الاستاذ ما يسكتوش، لان كل ما سكتوا كل ما كترتفع ديك المخاطر وكل ما ذاك الجاني كيزيد يرتكب من جرائم، لان الا تم التعبير واتخذت الاجراءات فاكيد هذاك بعد الجاني ما يعاودش يرتكب جرائم اخرى، وكيكون واحد النوع ديال الردع لاشخاص اخرين اللي غيبغيو يديروا هاد الجرائم على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي. كيفاش انه يكون بيان سور دور ديال المجتمع المدني انه يكون واحد الحملات واسعه ديال التوعيه والتحسيس بالمخاطر ديال هذه الجرائم وبالمخاطر ديال السكوت على مثل هذه الجرائم. كذلك يعني بالموازاه مع القانون الحاجه الى اعداد، اليوم كاين خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف داخل المحاكم داخل المستشفيات داخل عند الامن الوطني عند الدرك، كاين واحد الدور يعني كاين الدور ديال الخلايا، كاين مساعدات ومساعدين اجتماعيين، ولكن كيبقى انه خاص ضروري تدعيم هذه الخلايا
تكوين يعني لهاد الناس والمنفذين القانون يعني المسؤولين على انفاذ القانون بهاد الخطوره وكذلك بالاثار باش يعرفوا يعني التعامل مع الضحيه. انتما كتعرفوا يعني في القانون ديال تجارب البشر كاين واحد التعامل خاص مع الضحايا ديال تجارب البشر، فالتعامل كذلك مع ضحايا النساء ولا القاصرات ضحايا هذا العنف الالكتروني فاكيد كذلك خاصه واحد يكون محدد ويكون عنده يعني مؤطر طبعا قانونا وكذلك على مستوى التنفيذ. غادي نحاول نوقف عند هنا الرئيسه كتقول لي وقفي. شكرا. شكرا جزيلا استاذه فاطمه الزهراء براسات رئيسه لجنه الحقوق والحريات، هذه نسطروا عليها يعني بالخط الاحمر.